الوظيفي ديالك يستعملوا في الظروف اللي ملي يكون المواطن في خطر ولا يستعملوا. ماشي حنا غادي سميتو هذاك راه انسان، ولكن ملي كيولي هاز السيف وهذا راه كتنعدم فيه الانسانيه. صافي ما كيبقاش فيه الانسانيه، ملي كيولي كيتعدى على انسان اخر ما كتبقاش فيه الانسانيه. خاص 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 الامور تتوضح هكذا. حتى ذاك رجل الامر حتى حنا كان راه ولدنا، حتى حنا كنبغيو ولا كان فيها سميتو مواطن في خطر ولا في خطر يستعمل سميتو. هذا هو اللي لا الظاهره كثيره، هذه كثيره ولينا حنا كنخافوا نخرجوا حنايا كاع للزنقه. ما ملي كيطيح الظلام صافي كتما خاصك شي حاجه تبغي تخرج تاخذها ما كتقدرش تاخذها، لان الظاهره كثرات، الشفره الختيله الغطيسه هادشي راه كثر هادشي بزاف. ما كاينش، كون كان الامن موجود كثير ما يكون حتى شي حاجه. شي واحد يلاه كيخرج من الحبس كيدير زبله كبر من اللي دار قبل. هادشي ما هادشي كثير بزاف وما بغاش الله هادشي. على هاد باش لانه الشرطي ملي كيبغي يلقي القبض نعم نمشي نقولوا ما كاينش، انما قليل ولا كيلقى مواجهه خطيره باش كيبغي يواجه راه لا كيواجه كيقدر لا لا حيت كيخاف حتى هو على راسهم. طبيعي الحال غادي يخاف على راسهم ملي كيشوف واحد هز سيف في جوج متر ولا متر ونص، طبيعي الحال غادي يخاف على راسه، غادي يواجه يكون بوحدو ولا هما جوج راه هما كيكونوا حتى هما كثار. يعني ممكن يستعمل سلاح من طبيعه الحال يستعملوه مهما عنده الا يستعملوه، ديما يعطي الرجلين ديما ضروري هادو خصو يستعمل السلاح ديالو لان دفاع النفس. حتى هو راه غادي يخاف على راسو ملي غادي يجي هو حتى يضرب هو يقتلوه، غادي تسمى راه ضرب شرطي يقتلوه، خاص الشرطي ينوض يدافع على نفسه. يستعملوا ايه ماشي كيستعملوا، واني الظاهره هادي راه بزاف ماشي شويه، راه ظاهره كبيره هادي، وكان تعدوا هادي كتعدوا لي خايبه. سمعنا دمي هادي كاين المشكل ديالنا دابا، خصنا شويه المحاربه ديال هادي. شكرا. انه يستعمل سلاحه الوظيفي. لا خاصو يستعمل سلاحه ديال سلاحه في الوظيفي، لانه حتى هو كيدافع على راسو ولا الا خليناهم ما يستعملش السلاح الوظيفي، هذاك البوليسي غادي يبقى يهرب حتى من سميتو هذا الرجل الامن، غيبقى يهرب حتى من البلاصه فين كتكون هذه العمليات وهذه السرقه، لانه غادي يخاف على روحه. ولهذا ملي كيكون في حقيقه خايف على راسه بمعنى الكلمه خاصو يستعمل السلاح ديالو الوظيفي باش يحمي راسه ويحمي كذلك يحمي راسه بالخصوص، لانه غادي نحتاجه في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.